وفي محافظة تعز وزال إعلام الحرب مشاهد تظهر فشل محاولات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي من إحراز أي تقدم في منطقة ضباب، وتظهر مشاهد الإعلام الحربي تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولات متكررة لمرتزقة العدوان للتقدم في إحدى جبهات الضباب، كما تظهر المشاهد لحظات الله هم استهداف الجيش عساكرين اليمني واللجان اليوم. الشعبية لتجمعاتهم، كما تظهر عمليات فرار المرتزقة بعد سقوط قتلى في صفوفهم. قوة ده القوة. استهداف تجمعات مرتزقة بالحشر. هذا فر 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 ايوه،